هذا وحظيت زيارة خادم الحرمين الشريفين بحفاوة شعبية كبيرة، إذ عبر البحرينيون من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين على ما يربط المملكتين الشقيقتين من روابط وثيقة راسخة في إطار خصوصية العلاقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، حيث تداول البحرينيون صور جلالة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين وهما يؤديان العرض في قصر الصخير العامر. ورحب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين بعبارات مختلفة، منها مرحبا يا راس عاصفة الحزم، سلمان سنام المجدي، وللحزم عنوان نورت البحرين، نورت البحرين بوجودكم، نورتنا وشرفتنا يا أبو فهد، دام عزك يا خليج، حي الله سلمان العز والحزم، مرحبا يا أبو فهد في دار ابن عيسى حمد. تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين أهمية كبيرة في إبراز العلاقة التاريخية الوثيقة المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأيضا لتطوير وتعزيز العلاقة باستمرار والتشاور السياسي في كافة الأمور الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضا للتقارب بين الشعوب. نحن في البحرين نعتز بهذه الزيارة ونفخر فيها، سواء مؤسسات حكومية أو مجتمع مدني أو الشعب البحريني يحتفي بهذه الزيارة ويقدر لخادم الحرمين الشريفين هذه الزيارة التاريخية في بلده الثاني مملكة البحرين. زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تعتبر زيارة تاريخية، لأن الملك سلمان بالنسبة لنا يعني هو الأب الروحي الآن بالنسبة للوطن العربي كله والأمة الإسلامية، والمملكة العربية السعودية هي امتدادنا وبعدنا الاستراتيجي، وإحنا يعني في مملكة البحرين شعب وقيادة نعتبر المملكة العربية السعودية هي سندنا، خصوصا طبعا مع مواقفهم المشرفة دائما معنا. تعتبر هذه زيارة مميزة، وخاصة أن مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية تربطهم علاقات تاريخية مميزة على مر الزمن، وطبعا هناك علاقات اقتصادية وثيقة بين البلدين وعلاقات تنسيق الأمني بين البلدين، وطبعا البحرين والسعودية يربطهم مصير واحد. زيارة الملك سلمان إلى البحرين زيارة أخوية مننا وفينا، وكلنا شعب واحد، المملكة والبحرين أرض واحد وشعب واحد، والزيارة هذه زيارة أخوية، ما نعتبرها زيارة، هذه زيارة من أخ لأخ، ما فيها شيء، والحمد لله كلنا شعب واحد وأمة واحدة، وهذا ولد عمه هني وهذا ولد خاله هني وكلنا أسرة واحدة. هالزيارة أبد تعني زيارة الإخوان البيوت بعض، دول الخليج كلها بيت واحد، الله يألف بين قلوبهم إن شاء الله ويجعلهم دوم إن شاء الله ذخر لنا وينصرهم على أعدائهم واللي يكيدون عليهم إن شاء الله. لنا شرف طبعا نجي ديرتنا الثانية البحرين، أهلنا وربعنا وإخواننا كلنا جميع أسرة واحدة. بزيارة الخادم الحرمين الشريفين للبحرين والأخي الملك، زيارة الأخ لأخيه والوطن الثاني، نعم، واحنا طبعا سعيدين بالزيارة هذه وتقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين، واحنا اخوان من زمان وشعب واحد. وقبل كل شيء احنا اهل، احنا اهل قبل كل شيء، وزيارة خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان شيء يرفع رؤوسنا جميعا كخليجيين ويقوي من اواصر العلاقات ما بيننا، و نأمل إن شاء الله أن تكون زيارات خير لجميع المواطنين مجلس التعاون.
الملك سلمان يعني هذه بلده يعني مو جاي مكان يعني غريب، وكلنا شعب واحد، خليجنا واحد الحمد لله رب العالمين، والله يدوم علينا يا ربي هل الوحدة الوطنية والوحدة الخليجية.